احنا النهارده او احنا على يعني امبارح بدانا باستضافه حدثين في مصر، مؤتمر الاقليمي للشباب القاده والمؤتمر الاقليمي للاعبين القاده. مشارك في المؤتمرين اكثر من 11 دوله عربيه. النهارده بيقام على هامش المؤتمرين حدث في منتهى الاهميه، بنوري فيه الدول العربيه النماذج اللي بيقدمها الاولمبيات الخاصه المصري في تفعيل الانشطه والبرامج بتاعته. عندنا برنامجين النهارده بيتنفذوا، برنامج المدارس والشباب هو البرنامج الخاص بتوعيه الشباب ازاي يتفاعلوا مع الابطال من ذوي الهمم، وعندنا كمان برنامج الرياضات الموحده اللي بيقام حاليا بقى في الصاله المغطاه. المركز الاولمبي بيدي حذفه كبيره قوي للولاد او للعيبه لاي بطوله، بنكون البطوله اللي فاتت بنكون مستنيين البطوله اللي جايه اللي هي تتحقق للمراكز الثانيه، فكل واحد فينا بنستنى كل سنه عشان البطوله تيجي، عشان نركز، عشان نلعب، عشان نجيب المركز الاول، عشان نجيب المركز الثاني، عشان نجيب ميداليات لمصر. فهم بيشجعونا جامد، بيقفوا في ظهرنا، اي بطوله تيجي بيكونوا مهتمين بينا قوي، ان كان جسدا وان كان صحيا واكلا وشربا ولبسا وكل حاجه. احنا حضرنا، احنا بقالنا مثلا اقل من شهر كده ابتدينا ان احنا نحضر ان احنا نيجي اليوم ده ونحجز القاعه ونشوف الستودنتس بتوعنا اللي جاهزين هم يشاركوا كده. احنا النهارده عاملين لهم بس الاكتيفيتيز باسكت وكوره وتيبل تنس علشان نبقى في نفس القاعه، لان هم مش قاعدين كتير لان هم عندهم بروجرام تاني، لكن طبعا لما بيكون اليوم بيبقى طويل بتاعنا بنبقى عاملين بروجرام بقى كامل متكامل في ملاعب بره وملاعب جوه، بيبقى يوم اطول من كده. ده شرف لينا احنا كمنطقه ان احنا بقينا برنامج قوي ورمز لبقيه البرامج في بقيه المنطقه. طبعا النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للاعاقه، ومعانا برضو شباب من مؤتمرين مختلفين اقليميه بتحصل في نفس الوقت، فعندنا بارتيسيبيشن مشاركه شامله كل الدول اللي عندنا في المنطقه، وعندنا البلد اللي بيستضيف اليوم الرياضي النهارده هو برنامج المصري. فطبعا دي زي ما انت قلتي مسؤوليه كبيره اللي احنا نبقى عندنا برنامج قوي زي برنامج المصري انه يقدر يستضيف ايفنت زي ده في جامعه امريكيه النهارده. انا احمد خالد، عندي 18 سنه، كليه اداب جامعه الشمس. لعبت كبوس الواقعي جاي جواز بعد خاص مصري، وانا اسكولاك بطولة كتير برلين 2023. انا كنت في حالة بصوتة جدا البطولة، وانا كنت الاول بتو والتاني سوريتا، التالت الكورة، التالت الحمد.